استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، وذلك لدى وصوله صباح اليوم إلى مملكة البحرين على رأس وفد أمني رفيع المستوى في زيارة رسمية للبلاد. وقد توجه معالي وزير الداخلية وضيف البلاد الكريم إلى مبنى وزارة الداخلية، حيث قامت مجموعة من حرس الشرف بأداء التحية. وكان في الاستقبال سعادة نائب وزير الداخلية وسعادة رئيس الأمن العام وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية. بعد ذلك بدأت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين، حيث رحب معالي وزير الداخلية بمعالي الشيخ فهد يوسف الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة وأعضاء الوفد المرافق، مشيدا بهذه الزيارة المباركة التي تعكس أواصر المحبة والألفة التي تجمعنا انطلاقا من عمق الروابط الأسرية العريقة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله ورعاهما. وأوضح معالي أن هذه الزيارة المقدرة تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، الأمر الذي يدعونا إلى مواصلة التنسيق والتعاون لتعزيز قوة الترابط الأمني بين البلدين الشقيقين والبناء على ما هو قائم بالفعل، مشيدا بالتعاون الوثيق في مختلف مجالات العمل الأمني وما حققته اللجنة الأمنية المشتركة التي تم تشكيلها تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الأمنية الحالية
والمستقبلية. من جهته أشاد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالعلاقات الأخوية التاريخية المميزة بين دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدا حرص البلدين الدائم على تطويرها في كافة المجالات لا سيما في الجانب الأمني، منوها إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين الأشقاء لتعزيز العمل الأمني وتوحيد المواقف المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى حتمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم بمختلف أشكالها. هذا وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية المهمة ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون والتنسيق بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد قدم معالي وزير الداخلية هدية تذكارية لأخيه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة. وفي ختام الزيارة قام الضيف الكريم بتسجيل كلمة في سجل الزيارات أعرب فيها عن سعادته بزيارة وزارة الداخلية بمملكة البحرين والالتقاء مع أخيه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادة والشعبين الشقيقين، معربا عن جزيل شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.